زينة الدجاجة اللي تقاقي وترجع الباقي عرفتاش؟ بتبيعها عرفناها وذقناها واخترناها شهية سهلول دي مهلول في الاستقبال السيرفيس نظافة وعنده تلقى كل اللي تلوج عليه وأكثر شهية سهلول بحلاستيك صحيت شهية أحنا البنا أخصائي الطبخ سي مهدي تراد يحضر بحذانا يوميا لقيت هذا في كنوزينا برعاية شهية سهلول سي مهدي صباح النور صباح الورد والياسمي صباح؟ طبعا الحمد لله طقس برد طقس برد طقس متاع ماكلة جارية جارية ماكلة تونسية وعليه وبناء عليه وعليه عيد الفطر سيد المفتي مش وقتك طبعا يا فماش مفتي بعد كيفاش هو البطيخ كيفاش شبيه بطيخ يا ودي قعد بطيخ عاود جانا بطيخ اخي نفسه بطيخ اللي قعد هذاك هو يعني في الاخير الحمد لله جو كويس مشينا يا سي مهدي جرينا الجري بتاع الماكلة شعنا اليوم في ماكلة اليوم مش نعملوا برغل 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 خممنا فيه بالقديد للي عنده القديد اللي ما عندوش قديد باش نعملوا برغل بالخضره به البرغل المنافع نتاعو برشا قبل كل شيء شبيه قمح دونك الكل منفعه 100% بيو اللي يتمناو فيه توا في البلدان الاوروبيه الكل عندنا نحن في تونس ماناش معناها محتاجين باش نفركسوا عليه برشا قمحنا بنين وباهي دونك البرغل هو عباره على قمح صلب مش قمح لين دونك باش نعملوا اليوم برغل جاري نقليوا البصله نتاعنا شويه في الزيت مغرفه طماطم معجونه مغرفه كبيره طماطم معجونه نقليوها شويه مع شويه فلفل احمر فلفل احمر هنا ديما اوشوا يعني انت والحروريه اللي نحبوها اللي ياكل الحر ومع البرد هذا يولي باهي يتحرحر ويتدفى ومن غير لا يسمن على خاطر كله قمح دونك الواحد اذا باش نخدموها بالقديد دونك نحطوا شويه زيت قديد في بلاصه الزيت زيتونه نتاعنا والا مخلط شويه شويه باش ما يطلعناش قوي برشا دونك بعد ما قلينا هذوك من كل شيء نمرقوا ونرميوا معاه البرغل نتاعنا باش ناخذوا البرغل الجويد مش البرغل الخشين البرغل الجويد خاطر فما زوز انواع نتاع برغل كل الشطوره البرغل الشطوره ولا البرغل الكعبه كامله لكن احنا باش ناخذوا البرغل الجويد منه كما قال عماد توا باش يطيب في ساعه وخاطر هذه ماكلة متاع نص ساعة سبعة دراجة إذا به الفطور متاعنا يكون جاري وبنين وحاضر وما ما ما فيش حتى مشكل وفيه برشا منافع دونك هنا إذا باش نحطوا القديد دونك نحطوا القديد نرميهم على البرغل متاعنا دقاها مسلي حاضر باش طيب وفي ظرف نص ساعة سبعة دراجة نهبطوا ناكلوا نحطوا معها حتى شيء لفول لحمص بالنسبة للخضرة خضرة إذا باش نخليوه بالقديد راهو القديد صافي إذا باش نعملوه بالخضرة باش نحطوا شوية فول شايح دقاها نفخ بالمسبق ولا ديجا مكنجل ولا حتى حمص ولا فول وحمص وشوية سفنارية شوية جلبانة للي يحب يعمل واحد ولا ينقصوا فيه طرف سلق للي يحب يحط السلق أنا يكون برغل عام بالخضرة كامل أنا اخترنا لي دو شوا بالقديد وحده للي عنده القديد ولا بالخضرة للي يحب الخضرة ولازم ماذا بينا لهنا نشجع على الخضرة كما باش نحكيهم بعد شوية على المنافع عند الخضرة بصفة عامة واللي ما يحب حد شيء خليه برغل صافي معك عيبة بطاطا والسلام عليكم وصحة بشفاء والله العظيم وائل تعرف البرغل باش نشيخ عليه هنا بالببوش بالببوش اي نعم ببوش هذه ستون سبيسياليتي في بلايس معينة في تونس ماهيش في كل شيء ماهيش في البلايس الكل مش في المناطق الساحل على حسب معلوماتي ما ثماش برغل بالببوش ما نعملوش الحكايه هذه تعملوا ايش على حسب معلوماتي ببوشه ونحكي على الاسكارجو مش ببوش نتاع بحر نعرف ايه على الاسكارجو على حسب هنا الببوش يطيبوه مرقه وفما بعض المناطق اللي في الساحل يعملوا به كسكسي ماكسيموم زيت هذه اللي نعرفوه فهمني معناها مرقه بالفول والببوش وكذا مع شويه المطر اللي ربي يعطاه خيره بالمطر دونك باش يطلع الببوش دونك ممكن نهار الاثنين نبرمجوا ببوش باه نحكيوا على الببوش البرغل ماهوش صعيب برشا ساهل وقيته تو النجم يطيبوه الناس كل حتى عماد ينجم يحضر ببوش الليله في الليل مريقل صحة وبشفاء للجميع فوائد الخضرة كنا حكينا على الخضرة وي المشكلة توا نتاع الشباب نتاع توا نتاع صغارنا سيرتو ما ياكلوش الخضرة اللي هي عندها برشا منافع الخضرة معناها أنا حبيت نقول العسف الناري المايس جلبانة هذوما ثلاثة خاصة اللي ما فيهم معناها فيهم برشا منافع والصغيرات يتهربوا منهم البصل زاد سي مهدي البصل
سيفري انا اليوم مش نركز على ثلاثة حاجات هذوما المايس الكاروت جلبانة هذوما ثلاثة حاجات يزم نركزوا عليهم برشا لصغارنا خاطر كل حاجة عندها المنافع نتاعها فيهم إذا باش نلموهم ثلاثة مع بعضهم ثلاثة مع بعضهم فيهم برسك لي فيتامين الكل اللي يستحقهم البدن كل يوم وزيد حاجات اللي ما تسمنش بالكل بكل بكل زيد اللي ما تسمنش حاجات ما تسمنش حاجات كذا منفع كلها البدن تمشي كلها كالوريات من معناها تنفعنا بالقداب 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 في بدننا به انا باش نعطي معناها استوس صغيره باش نخدموا بها للصغار اللي باش نخدموا بها لصغارنا لي باركيت مثلا باش نعملوا دي باركيت باش نكونوا نحنا محضرين جلبانه والمايس والسفناريا نتاعنا فهمني الجلبانه والمايس والسفناريا نتاعنا يكونوا مصموتين يتو حاضرين باش نرحيوهم باش ما يفيقوش بهم الصغار نخلطوهم باللحم المفروم ولا باللي زي ما نسيدو دان اللحم المفروم يكون مفوح حاضر باش وكذا يكونوا داخلين فك الخلطه نتاع الفارس ما يفيق بهم حتى حد السفناريا باش تصيب لنا وهي والجلبانه القوه واللوغو سكري نتاعهم هما وبالنسبه للمايس باش تصيب لنا لاميدون نتاعو مع اللحم والا مع اللي زي ما نسيدو دان تكون فارس مزيانه مع كي بعضهم الصغار ما يفيقوش بها ونجموا نعطيو المنافع نتاع الخضره الخضروات هذوم الكل ويستنفعوا هما من غير لا يروهم او هذه ما نحبهاش ولا هذه ما نحبهاش ولا كذا مع الدلال نتاع الصغار نتاع تو ولا كلهم معناها يمشيوا ديما فك لي فاست فود معناها الماكلات الخفيفه جدا واللي للاسف ما فيهاش برشا منافع دونك نحنا نحاولوا نجتهدوا ولا بلغه اخرى نتخوفوا شويه مع صغارنا باش غشه محموده اي نعم حاجه حميده اي نعم وان شاء الله تاكلوا بالشفاء ومرحبا بكم صح.